على من هو للخلق رحمة وشفاء. صل يا ربي مساء. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الأيام المباركات والأمة الإسلامية تعيش الفرح والسرور بمولد الهدى والنور الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي أرسله الله عز وجل رحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للجميع ربيع في ربيع عين في ربيع بميلاد الحبيب بالمستطيع. صلاة في سلام على خير الورى الهادي الشفيع. صلاة في سلام على خير الورى الهادي الشفيع. وسلام في ضياء في بهاء بوجه المصطفى. جميع ونور ثم نور ثم نور بما يا ذلك الشهم الرفيع. صلاة في صلاة في سلام على. وهذه أم درمان المعروفة بكبار رجالات الطرق الصوفية والمريدين والأحباب، تحتفل كعادتها بأبهى وأجمل المخيمات وعبق المولد النبوي الشريف وبروائع الأنوار والزينة. يؤم ذلك المشايخ من كل الطرق الصوفية. ونقف عند خيمة الختمية، فضيلة مولانا السيد محمد عثمان المرغني، حيث المولد العثماني. بنزول هذا القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من خاصة أمة سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن وأنتم والأمة الإسلامية والأمة السودانية بوجه خاص نحتفل بمولد هذا الحبيب الذي عمت أنواره الشعشعانية كل الأكوان عند مولده. ونحن في هذه سرادق الطريقة الختمية في ساحة المولد النبي الشريف بأم درمان، نسعد بمشاركة هذه القناة قناة الشروق لنا في هذا السرادق، حيث درجنا منذ سنين على المشاركة في هذه الاحتفالات المباركة ببرامج معلومة من قراءة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف شيخنا وأستاذنا ومربينا الإمام الختم سيدي سيد محمد عثمان المرغني المكي
رضي الله عنه والمعروف والمشهور بمولد الأسرار الربانية المولد العثماني، ومن ثم تكون هنالك المحاضرات والبرامج التي تتحدث عن عظم هذه المناسبة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأهمية توقير وتعظيم هذه المناسبة محبة فيه واتباعا لنهجه وسنته القويم. نحن وفي هذه المناسبة الطيبة نيابة عن شيخنا وأستاذنا سيد السيد محمد عثمان مرغني شيخ الطريقة الخدمية ومرشدها، ونيابة عن سادة المراغنة، ونيابة عن خلفاء الطريقة الخدمية ومريديها ومحبيها، نهنئ الأمة الإسلامية بوجه عام، ونهنئ الأمة السودانية بوجه خاص بهذه المناسبة الطيبة الطاهرة المباركة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن أجعل من هذه المناسبة فاتحة خير لهذه البلاد في ظل المتغيرات وفي ظل الحرية والعدالة والسلام الذي نتمنى ونصبو إلى أن يعم ربوع هذا الوطن. ومن حقنا ومن حق هذه الأمة أن تسعى بروح جماعية وروح واحدة أن لرفاهية هذا الشعب المبارك بعد هذه الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر. آملين ومتطلعين وسائرين المولى عز وجل أن يجعل أبناء هذا الوطن مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يلهمنا جميعا الرشد والسداد والمعرفة والتقدم. ونكرر شكرنا وتقديرنا لهذه القناة في مشاركتها وحضور لنا في هذه السرادق، آملين أن يجمعنا بهم المولى عز وجل والأمة الإسلامية في مستقر الرحمة في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأختم قولي بالصلاة معظمة: يا ربنا صلي وبارك وسلم على المصطفى والآل والصحب دائما صلاة تفوق المسك إترا مفخمة يطيب بها كل الوجود ويتلألأ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عد كماله النور الصبي تلغته من الحور الحسان، حسان زينت بمر السميع، صلاة الله تغشى المصطفى بعد كماله النور الصفيع، وجنان الخلد وابتهجت كيان به الأملاك طافت في سريع، صلاة الله تغشى المصطفى بعد كماله النور الصفيع، لملك ثم ملكوت وخاضت به الأبحار شرفه بالمطيع، وشراف الليوان الكسرى صغت والنار خمدت للجميع، صلاة الله تغشى المصطفى بعد كماله النور
وأصنام سرت تنكس فيها وكم في ليل مولده الصديق صلاة واحدة وشل الصديق بعد كماله النور الصديق وتبدت معجزات وليس تحصى وبالميلاد تم لنا النبي تبدت معجزات ليس تحصى وبالميلاد تم لنا النبي صلاة الله دغش المستطيع بعد كماله النور السطيع وصلى الله ربي ما تغنى حمام لأيك يصرخ بالرجيع صلاة الله دغش المستطيع بعد كماله النور السطيع على المحبوب طه ثم سلام مدام المرغني زال البقيع صلاة توش المستطيع بعد كماله النور السطيع مواصلة لاحتفالات المولد النبوي الشريف بميدان الخليفة بأم دربان كانت خيمة البرهانية وقد أفادنا العالم المتصوف المصري فضيلة الشيخ يسري كمال حلمي البرهاني بهذا الحديث عن المولد النبوي الشريف. يقول القائل سيدي فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني: أرى من كريم المولدين إشارة وإن إشارات الحبيب بشائر، أرى الكل في تيه الجمال وإنني هديت وقد ضلت هناك بصائر، فلا هو يحصي العد ما قد به أتى ولا هو يبلى يوم تبلى السرائر. أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية ونيابة عن جميع الموجودين في هذه الحلة المباركة وبأرض السودان الشقيق الذين يتوافر فيهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفاء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر إنما هو من صميم هذا الدين وأمر حس عليه الحق تبارك وتعالى وحسنا عليه سيدنا رسول الله. والفرح بالحبيب المصطفى إنما هو أمر مشروع من الدين بالضرورة لقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأبدأ معكم في الرحلة المباركة النبوية في الحبيب المصطفى وفي أنوار الحبيب المصطفى، حينما وضع الله عز وجل نور النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر سيدنا آدم، سمع سيدنا آدم نشيشا كنشيش الطير، فقال سيدنا آدم: يا ربي ما هذا النشيش الذي أسمع؟ فقال الحق تبارك وتعالى: يا آدم هذا تسبيح نور حبيبي محمد، هذا تسبيح نور حبيبي محمد، فخذه يا آدم بعهدي وميثاقي ألا تودعه إلا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية. وظل نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتنقل من صلب طاهر إلى رحم زكي إلى أن جاء هذا النور إلى سيدنا عبد الله والد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
فكان يظهر على جبهة سيدنا عبد الله دارة كالشمس والقمر. ولذلك لما كانت النساء ترى سيدنا عبد الله كانت تتعجب من هذا النور الذي أشرق في جبهته. ولذلك لما دخل سيدنا عبد الله بالسيدة آمنة بنت وهب التي كان بطنها وعاء لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الولائم وذبحت الذبائح وتم العرس الشريف، ودخل سيدنا عبد الله على السيدة آمنة بنت وهب في هذه الليلة نادى مناد بين السماء والأرض أن يا عرش تبرقع بالوقار، ويا كرسي تضرع بالفخار، ويا حور من الجنان أشرفي، ويا مالك اغلق أبواب النيران، ويا رضوان افتح أبواب الجنان، فإن السر المصون والنور المكنون من عبد الله ينتقل وإلى آمنة يتصل ويتحرك في أحشائها بشرا سويا. فلما أن حملت السيدة آمنة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان موعد ولادتها، تقول السيدة آمنة: لما حملت بحبيبي محمد لم أشعر بما يشعر به الحوامل من الحمل بأبنائهن، لم أشعر بألم ولا بمشقة ولا بتعب منذ أن حملت بحبيبي محمد. فلما حانت موعد ولادتي بحبيبي محمد وإذا بي قد تأخرت عني الشفاء والقابلة، تأخرن عني، فجلست في غرفتي حزينة، وإذا بي أسمع نداء من داخل الحشا يناجيني، وكأن حبيبي محمد يقول لي: يا أماه لا تخلقي، يا أماه وليكن توكلك على الله. فلما أن وضعت حبيبي محمد ولد حبيبي محمد مختونا مكحولا مقطوع السرة واضعا يديه وكأنه ساجدا على الأرض، وقال القائل: ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. فكما تشرفت الأرض بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الحق تبارك وتعالى أن يشرف الكونين والسماوات العلى بولادة الحبيب المصطفى وبحضرة الحبيب المصطفى. وفي هذه اللحظة تباهت الأرض على السماء، قالت الأرض: إن الله عز وجل زينني بالشموس، إن الله عز وجل زينني بالجبال والأنهار. فردت عليها السماء وقالت: وإن الله عز وجل زينني بالشموس والأقمار. فقالت الأرض: وإن الله جعل في بيتا حراما يحج إليه المسلمون. فردت عليها السماء وقالت: وإن الله عز وجل زينني بالبيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. فقالت الأرض: وإن الله عز وجل جعل لأشرف خلقه وحبيبه محمد وطن فيا. فردت عليها السماء وقالت: لم تستطع أن ترد، وتوجهت إلى رب العزة وقالت: يا رب أنت تجيب المضطر إذا دعاك، يا رب أصعد إلي محمدا فأتشرف به كما تشرفت الأرض. فقال الحق تبارك وتعالى: أن ائتوا بحبيبي محمد لتتشرف به السماوات كما تشرفت به الأرض. فهنيئا لكم يا عشاق الحبيب المصطفى، هنيئا لكم يا أحباب الحبيب المصطفى، هنيئا لكم يا من جئتم في هذه الليلة
المباركة تنعمون وتتشرفون بذكر الميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تشرف بمولده الأكوان كلها. سيد السادات يا سيد السادات، جئتك قاصدا أبغي رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير البرية إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، والله يعلم إنني بك مغرم، والله يعلم إنني أهواك. تحية من القلب لعشاق الحبيب المصطفى، تحية من القلب لمحبين الحبيب المصطفى. هنيئا لكم يا أهل السودان، بل هنيئا لكم إلى أقطار العالم الإسلامي كله، فرحا بقدوم ميلاد أنبل من عرفته الإنسانية وأجمل من عرفته البشرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهل العناية إن تولوا سيدا لغدا متاعا يشترى ويباع، طعموا غراما والصبابة مشرب، والحب سلواهم ظموا أو جاعوا. باعت وعين الله ناظرة لهم أن يفزع الثغلان لا يرتاعوا، حملوا من الورق المؤرق ما به نزلوا بأخراهم شروا وابتاعوا. ومن اكتسى حلل الرضا من ربه فالزهد خز والغشي برقاع، ومن اعتلى أمواج بحر محبتي فأنا السفينة والغرام شراع. ملك تتوجه العناية بالبهاء والكل مأمور وثم مطاع، ثملا ترنحه الصبابة لو بدا من شمس حسن الواصلين شعاع. سبحان من كال العطاء لعبده حتى غدا كف الحبيب صواع، يا عز منفطم بفاطمة التي في حجرها مهدي وطاب رضاع. إنا فطمنا عن سواك بفضلها، يا نعم أم تحتذى وتطاع، إنا شهدناها وطاب شهودنا نورا تجلى ما عليه غناع. أخذت من فيها جواهر حكمتي وكذا خفائي والخفاء متاع، وأخذت من كل الروافد علمها وخصال أبناها وتم الصاع. وفي خيمة الطريقة التجانية فضيلة مولانا الشريف الفاتح الحسن البركات التجاني، مؤلف المديح النبوي والمولد النبوي الشريف. هذا جانب من احتفال أبناء الشريف الفاتح بخيمة المولد بأم درمان، ونحتفل في هذه الخيمة المحمدية بمولد الحبيب للعام 1441. نرحب فيها بقناة الشروق، هذه القناة التي ما فتأت توثق لمجمع السودانيون عن مناسباتهم الدينية جمعا، ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا
في هذه الخيمة المحمدية لصاحبها سيدي ومولاي الشريف الفاتح البركات الحسني التجاني السوداني من ديار الشرف بركات الذي يقطن في الخرطوم بالفيحاء مربع 7، وهو شيخنا وغدوتنا وأستاذنا في منهج التصوف وفي منهج المعرفة الإلهية. سيادة مولانا الشريف الفاتح هو من أبناء رفاعة ابن الشريف يوسف كاسر جيدو، وهو تلقى التعلم منذ نعومة أظافره، حيث أنه حفظ القرآن في 7 من عمره، ثم التحق بمدارس كثر وترقى إلى أن دخل جامعة السودان كلية التجارة، ونال بعضها 3 شهادات بكالوريوس، ومن بعدها نال 2 ماجستير في اللغة الإنجليزية وفي علوم التجارة، ومن بعدها في العام 2013 قد أخذ أو نال درجة الدكتوراه في الترميز الائتماني. وله سيادة مولانا الشريف له من المؤلفات والمصنفات ما يربو عن 41 مؤلف، جلها في صنوف الدين، ومن أميزها وأفيدها أنه كتب عن ما اندثر من علوم أولياء الله الصالحين، له ما يسمى بالكشف الصريح المعظم في اسم الله الأعظم، وله مؤلف أيضا في علم الحرف، وله مؤلف في علم الوقت والجفر وعلم الزائرجة، وله مؤلفات كثيرة يطيل حصرها هنا في هذه السانحة. وقد انتهج صاحب السيادة منهج الأكابر من المتصوفة في احتفائية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل في مناسبات كثيرة، منها على سبيل المثال هذا المولد النبوي الشريف، مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحال بالغدسية
اسمع لاوصالي يا اسمع لاوصالي يا اولاد وتقى صايل الخير يوم
الصفا الربنا مجيب وأوليك يا بدوهر وشراك الحبيب معي بهذا شاهد ودليل
أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه، منهاجه للسالكين سبيل. يا ربي إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حل مشتاق وسار دليل. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء.